انا حرمت ان بيتي كان كله كان فيه نار والضوء كان احمر. كان في نار؟ كان في نار؟ والضوء كان احمر، وكان الحيطة عبارة عن طوب كده هوت وعليها اشكال يعني مرعبة وكده، وكان كان في ناس كده زي شياطين، وكان اخويا كان في ملك. الملك ده كان شرير شكله مرعب، واخويا كان موجود وكان يعني صاحب الملك، فانا كنت خايفة منهم جدا. طيب حبيبة، نعم. هسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. انتي قبليها بيوم شايفة فيلم؟ لا لا بجد لا والله، لا انا شخصيا بيحصلي. ماشي طيب كملي. لا لا، طب قولي لي، انت علاقتك باخوك حلوة ولا وحشة؟ نص نص. هي وحشة. طيب حاضر هقولك. طيب يا حبيبة شكرا. طيب نشرح حلم حبيبة وبعدين حولي. نروح هو مبدئيا طبعا واضح اللي هي شافته ده، ان من كتر ما هي بينها وبينه مشاكل عظيمة، شايفاه في هيئة شيطان، هيئة حد مش كو... وهي صغيرة طبعا فمتشبه ليها. ومعنى كده ان هو المفترض ان هو سند، يعني حائط سند، فلما تشوف عليه حاجات زي كده معنى كده ان هو قابل للكلام، ان حد يتكلم فبيستوعب كل حاجة ضد أخته. فيعني ربنا يهدي عليك يا رب. ده اللي طيب.